الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد عشرك وعشر كيلا باتن يسديدات كمذا من كتاب رد على الجهمية للدارمي رحمة الله تعالى عليه وحين قصوا جري باب كلام الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إنه أمكس الله وصفة الكلام أوليه وباب كي كوي طبنادة. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المديني حدثنا موسى بن إبراهيم ابن كثير ابن بشير بن الفاكه الأنصاري ثم السلمي قال وحول وذاتك سمعت طلحة بن خراش بن سمة الأنصاري ثم السلمي يقول سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما يقول نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي بائسو أغي مال مالمها كمده فقال وحول يا جابر ما لي أراك مهتما جابر محنكو أركا ودمر غيسنته وذفكر إيساه قريبا كنت من أبيه مركب واشهد دق عبد الله أها قبل بضان إيوه دائما بضان يهود يقول هاي السحابي ونواشري قال وحول السحابي وقلت وحالي يا رسول الله رسولك إلهي استشهد أبي أبه وشهيدي وترك دينا عليه وعيالا دين لولا هي إيوه محصب وكتغي وقبله فربناه تضبط أما سقالك بأها دين بدون يهود كل هذا حين واجرته قال نب فقال نصب نحول على أخبرك ما أنكو ورم ما كلم الله أحدا أحد إلهي لموسى هل انقط ولقد إلا من وراء حجاب تيد قداشي موي إلهي أنكي سمك والله الله تيد حجاب أولا حيا وكلم أباك كفاحا أبها عبد الله كفول كفول بإلهي أولاه الله إيه بلا حجاب هو أركي معها وحل لقاه الله وهذا التوسع رؤيا لقمها الله كلام مباشر لقاه الله فقال وحيري إلهي يا عبد أدونك يو تمنى علي وحد دون تقبصو أعطيك واكسين هياي قال وحيري سحابي يا رب ربك يو وحان قبصدي تحييني وإذ نورين نادسون نوريسان ربا وفأقتل فيك الثانية مر لباد أن سوشهد الدرتا ليسو الدلو فقال رب تبارك وتعالى إلهي وحيد إنه سبق مني حقي وحاكهر مري أنهم إليها لا يرجعون الدنيا دي فان يضع إذا كسو التقيل إن أن دب لغو علين مرها الدين نفط لقب دوضو لم عليه إلى حلقي لغو تلقى لين لقارو يا وحكا لما تشيغتي قال يا رب هذا يسيدا التهي فأبلغ من ورائي ضدك إقدم بي ألو قارسي فضلك شهادة إليه دهي يقيمها وشن كتشرة إله أمد قارسي فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا حتى أنفذ الآية إلى آية دمي وإن صوم الحديثك وكنتني يصدح بإنه صوم ري وذاتك هذا حديث حسن لغير بهل كان يري هران سداس وصيري وإنك صوت المانا صوابك إنه يحديثك حديث صحيحة وإن صوت نقديني وذاتك حكم كيسة دبها اللهم راجعيه يوحي كجر وإن صوت الشغل محل الشاهد هو محي إن إلهي سبحانه وتعالى جابر بن عبد الله أبيه عبد الله بن عمرو بن حرامة إلهي الله الله شتوس ولبا إيوه إلهي أنكي سمرك الله الله أيوه أنت ولحين جري حجاب أما عبد الله بن عمرو أصوب بلا حجاب إلهي سبحانه وتعالى الله الله إيوه رسول ولحين يتيد منا مجرين مرك من قبض خاص كا يا حكم كأبوه إلى أمك السمرك الله الله ينو حجابه حي وحاصر لهم بيديدين جهمية لعنهم الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة أبو سلمة البصري حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وأنا ضعف كجر حفظي يسه لكن متابعتك شواهد وأسكجر وإن هاي وإذا ده تحسين حديثك سنوابة جيران عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحول لقي آدم وموسى
أبهن آدم با موسى لك المي. فقال موسى موسى وحجري أنت آدم الذي خلقك الله بيده أضوم آدم كوحاتها إلهي قعنتي سوك أبوري ونفخ فيك من روحه نحريستي إلهي الروح ذي سنأوك وأفوفي وأسكنك الجنة جندنا أودتشي وأسجد لك ملائكته ملائكتي سنأو سجودي سومتي ثم فعلت ما فعلت كدمنا سمايي وحسمي يعني و نبي الله موسى حبو ويركو لي هاي طبعي قاسن إلهي وابكو وقابا فأخرجت ذريتك من الجنة مركز ساعة قصو صارت أوبت كادية أضغبا رواية كالي فأخرجت نفسك وذريتك من الجنة مرك أذي أوبت كاذبة جنة ذي بعد كسو صارت صوما فقال آدم أبين وحيد مرك يا موسى موسى أنت موسى موسى با أضغو تهي مراقبت أسوت ريه دقي آدم أهاي أبو الأنبياء أهاي أبو البشر أها أسوت ريه أيا أسنحكي سوال هيا موسى لغا ورمايا أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته أدوغو سو موسى متهيد إلهي أدورتي رسالتي سيادا بالكس وكلمك ولبا الله الله وقربك كل ويين نجيا لكوتك يفقدا رب كل ويين دور سيناء لو كان يقول الله الله طيب وأتاك التوراة التوراة السؤال لك سيمته فبما تجد عفا فبكم سو ما أزيدا حيدين قرأ فبكم فبكم بيكون في عنتها الموتى او محاكو قرن شيخ بكم اساسه فبكم امس تجده هليسا كتب الهي انه قري علي دشيده العمل الذي عملت امس السنو ايا اي قدر ريد يقري دنبغا ان كدعي ان كدعي دونه قبل ان يخلق انس ابو رنكهر امس السند تورد كهيسا أو حكت ذا هيسا أنت أنا أنو مخالفة الزمانين إم السنة يسيق قد الرئيد وهوشا قريد أكتها قال حولي بأربعين سنة أنت لغو أبورين أفرتن سنة كهر يا هوشا الله قريبا وعيانا وكتابة بعد الكتابة الأولى كتابات كوي فربدين عند أهل العلم كتابة أهي كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة تيه الرسول كتابة هذا نبي الله آدم موسكه الله وكتابة بعد الكتابة الأولى تي أدقص مرتين متى كتبت النبي وكتابة بعد الكتابة الأولى سداسة علوم دواء عدنيا خاصة لليوم نقيم كتاب كيسة شفاء العالي الكمركوها الله يقضي يد قال وحوي لمرك آدم فبما تلومني يا موسى موسى محاد وإذين مركة وديو عنانا عمل قدر رابع كردعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوري فحج آدم وموسى آدم با كقر هلي نبي الله موسى فحج آدم نبي الله آدم با كقر هلي موسى ويلكيس موساها فحج آدم وموسى صدح قرب النبي وكعلي ويلكي والدك واقر رمين قرت سوحي الرعضي والدك به الرعضي حديثكم في الصحيحين بكجرة من طريق الزهري من طريق الزهري عن أبي سلمة أصلاً ويدنكو إشارة يوادات كم حقا يد مدس وصدا ما طيب حديدكو مركا إذاكو من طريق وحكي مادا الزهري عن أبي سلمة هدوان هنا ومن طريق محمد بن عمر عن أبي سلمة هيسا ضعفك محمد بن سلمة مهربا محمد بن عمر إن دوقاتان وصنديب اللهين ومن طريق الزهري عن أبي سلمة كي ما أدى حديثك في الصحيحين حدثناه وحكله النوشق حديثك أبو سلمة وموسى إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم طريق خلوه يمرك أصغن الصحيحة وحميد عن الحسن طريق هري حماد حماد ولي حماد باسعودة أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة سمين سوينو طريق لبادو يمرك حماد بمرنا عمار كقضانا يمرنا كقضانا يحميد حماد عن حميد وي سلا طريقنا هديه وأبو سلمة مسلم إسماعيل تبوذك عن حماد عن حويان عن حميد عن الحسن حميد ابن أبي حميد الطويل وذاتك أتقى النووي وأنا
أبتجي حماد حماد بن سلمة أبتجي وين حميد بقى أبتوه وحميد عن الحسني ما هم مركب معلق هو محي سنة كورون بلقوه اسقلنا يا حماد ها وحميد عن الحسني عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى نبي الله آدم با موسى لك المي فذكر مثل حديث كذا أصومرتين وكروا الشيء إلا أنه حكدر قالوي وكلمك إلهي سوكل مهل لموسى وآتاك التوراة التوراة لكم السينين وقربك نجيا فقضي الله هذا لكم السور دوين قال وحوري آي موسى نعم قال فأنا أقدم أم الذكر سيد الله قرنا من موسى هذا فأنا أقدم ما أنا هرية حق أبو ردة أم الذكر مسلوح محفوظ كويح اللغو قريبا هرية طيب أما كتاب كلفتر كيسو ذكر قال لو الله أبو ري لوح محفوظ كما صم خلق ما تقسوا خلق من الخلائق ديوان وحلوق قروي كان نجيه هرية هذا لكن وحل لوجده وكتاب الكتابة في الذكر في اللوح المحفوظ قال وحور نبي الله موسى الذكر به هرية ذكر قال يا هرية لبضه هذا أني لبدي إنه ذكر عفو ذكر هوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حول هذا سيداته فحج آدم وموسى ثلاثة من نبي كل شيء حديثك وحوله وذاتك هو معل لكن سيدا صوابك هو صحيح بلا علة وحلو كجرت ما اجرته طيب وحلو كم موقته ما اجرته طيب ما قرنا يوحو علة وذاتك معنا بدون هذا كم موضوع علة أنا ما أركو يا مركا انت الضنبيع والحسن البصري إمام إلا أنه كثير التدليس والإرسال قال ابن أبي حاتم تدليس يقولكم لا حسن البصري لا يثبت عنه تدليس لا إسكوء هذا أديك لو ذاتك الدكان لها أم بالله حسن البصري ووضع سديتني سقاشني تضبدي مياه مستشاسين ستيت يعني ناكور ماشي اللي ورنجري مقاحي ذا يدبعنا وكوحة مسلكا نقاشني كدبنا وذات بالله المسألة دي حول حديثك هو موضوع محاجرة وحاكوشرة حسن البصر ووضع بيقول يدي أوري رسالة مرينة يا إنخ فيه حسن البصر وضع شغل كبالة هو إمام من أئمة المسلمين وأحفظ أهل الدنيا بكجرة وحلقوا يدي هو إرسال خفية إرسال بولي مهين حتى لا يدلس فرق بين التدليس والإرسال وذاتك مركب وركيس هذا هو خطأ كثير التدليس شغلكم لا كثير الإرسال إنه ده أودان ته إلا ذا أول شيء وحوي أبو حاتم بوحيل لم يسمع لم يصح للحسن سماع من جنده تاسنا وخطأ مركب وذات وحياه عن كلية بناي كم بتحديك وصح لا علة له سماع الحسن البصري عن جند بن عبد الله البجلي وثابت عند النقاد أما أبو حاتم فجراح وركي سنة عبر ملها صادرت الإمام أبو زكريا يحيى بن معين والرجل أصاب طبقهان كهري فني أنا كقفعنا أبو حاتم الرازي يا عضيني هو كعدي في تاريخي تاريخ ابن معين سقال كن سقاش عفوا أفر كن سقاشني تضو أفر كن سقاشني تضو هو كعدي أن سماع حسن البصري عن جندب وثابت صحيح بول كذلك وحاجز ميي سماع الحسن عن جندب أبو الحسن علي بن عبد الله المديني إمام أهل العلل أصغن حوري سمع من جندب بن عبد الله وكم مقلي برو جزمي على الكيسة على المدينة جزء هذا لقد ضابعي رقم كل إحدى عشانات كفير وحا وريا حديث الحسن البصري عن جندب بخاري مسلم وحين القبان أن سمعه إنه الصحيح يا هذه كلوا يطور لاي احتج بحديث الحسن عن جندب في الصحيحين بخاري مسلم بقى طيب ولذلك حتى البخاري في تاريخ الكبير مجلد كلابات لابق اللابات يكو حوليه سمع منه الحسن تاريخ ذي سبخان وحلوية قان هدوسا راوغا وغين انو وحكم مقلي راوغا كحيغا شيخي سوحولي روا عن فلان بل وحكوليه ولم يذكر سماعا هدو بخاري راوغا ترجميس في تاريخه اي التواريخ حتى الصغرى ام الاوسط او كل سمع من فلان فاشد يديك به هذون سماع جريم حكوليه روى عن فلان وروى عنه فلان لكن حكوليه دو مقل وصغي لقاحة ما وسمع به البخاري سمع منه بكله هذون سماع هبي وهي لقاحة نؤوه بحكوليه هاي روى عنه ولم يذكر سماعا بكله متشدد البخاري في تاريخ وقوشه مجلد كم حكوليه سمع منه الحسن
حسن باو حكم مغلي جندب مركا رقى سوغي سماع عيسى ابن طاهر المقدسي في الجمع بين الرجال الصحيحين مجلد كوبات صفحة سديتانات باكمدة اليوم النووي باكمدة في تهذيب الأسماء واللغات مجلد كوبات بقول لحنا يكو حديث الحسن عن جندب وفي صحيحين مركا وركاس أقول له قوينا بناك اسكاقية وكذلك أبو عوانة في مستخرج على صحيح مسلم ابن حبان ابن خزيم كل ود ويسوغ ين سماع الحسن من جد مركا وركا وخطأ انت أسو إمام الناقد والسماع سوغي مع أنه في الصحيحين إن اعتراض مراسيل بكش أبو حاتم الجراح المتعند والحديث كتوى معلم هذه من الآفات وذلك مركا وحاوي وعوري عقال الشداد أنا قد ديلا وانصونا عنها يابه لحظوا الرغيين وديله مركا وحاوي هاوشو ما سهلا اللي يظهر موقت عندك كل بيلي هنا يرخربا وضعرتين مركا جيت كوفدين تي سوق لين بيديه كنا في صفوف في هنا كنت هاجي وحول أنا وديله سيدو كان صنع نعاية مركا إنه ورنك قليل ربا ولا حد يديله إلا لفي سوق عب صدي وذاتك مركا هذا هو سوق كري حدثنا هو حكوا لحديث النوت تبيي أبو سلمة البصري حدثنا حماد بن حديث كهورئي كل جيبة ومحي وحديث صحيح بلا علة عند النقاد أما ورك أبو حاتم الرازي وقول مرجوحة واجتهاد إمام لكن مرجوحوي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أبو هارون عبدي عمارة بن جوين وذلك لبن جواني ضعيفة ومطروق الحديث لا الشيء إنه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وحقدري أي موسى أرأيت ما علم الله أنه سيكون بد من أن يكون أبونا آدم وقرمها يا موسى بل كور رب الوح وقال لأغاذي إنه دعها يا بد ما لقى مار مكره وما لقى خرسان كره من أن يكون إنه هذا شيء إلهي أجيه إنه دعها يا ما لقى مار مو لقى اللي حرمي أجرت دعيتان كيس ما يوي شيء دعي وإلهي إيه قدري وإيه إيه إيه طبقلك إيه آير بول كندم أنكره وعكف يعنون لهذا إسناد كسوه حكمه يعني وحديث كن لفديس روايات كيسوردان هذا وحديث متواتر عدها العلم مركا وحكوا رسائل ترى هذا إسناد ضعيف جدا أما إسناده هو منكر لهذا عيرس لكن مطلق حديثكم وهو وصحيح ومركا آفده صعوتي كمتها حدثنا يعني وذات منهجيه كسر أولي ما نفهمين مطريقة دي ابن حزم هي صاحب بديبة مطريقة دي النقاد أولي ما قرنين هي ما بدحين قاب كسر عضه طريقة نقص ولا ما قرنين مروح أركز أسوي شواهد دي هي طرق دي اعتبارها هي مروح ودي وحورها لك رطوره مر توثيق ابن حبان مع عدم تجريح معارض واعتماد مرو طوري بركة ما قرنين حدثنا عثمان بن شيبة حديث كيس وما حساولة حديثك وهل مطني دارمي لأنه ناقد وحو وضوى حديث واحدة وقصة واحدة أسانيد باك لدواني الفاضي مرك حدثنا وكاقص وقاضي حديث واحد إنه يا ما أنت أو وضعها أنت قدم مين هاي عثمان بن شيبة تحدثنا جميل عبد الحميد الضبي عن الأعمى سليمان عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى موسى آدم بقرمي فقال موسى عليه الصلاة والسلام فقال موسى وحور يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده أضو حاطها أحد كإلهي جعنت سوءك أبور محايا لذلك كلور رمب إلهي سبحانه وتعالى أمر بك أبوره كن فيكون بيك سعطاه آدم لكن يد الرحمن بالغ أبوري وخسيسا من خصائص آدم ونفخ فيك من روحه روح لإلهي النحريس تيسي يا إلهي وحكاقة أفوفا طيب فقال له قولا كثيرا يعني إيد بضنب إيدي وموسى محايدين قرن عافوا صحوي فقال له قولا كبيرا أي كثيرا وهذا البضنب شيقا ولا أحفظه أنا حفظ السنين مدارمي ما سوى شيخ الدارمي هذا الكوح ورنية لا أدري وحاكم إذا مركا أغويت الناس ضدك بأطومي السي بمعنى صاب بضن قتوي جنة هذه سكتشو كان دب ما يسار كانوي لكن مركا الدنيا ذا كنتي أو جنة لقصو صاري شيطان الرواية هلي ويدوعي ييبا كأديقت وأخرجتهم من الجنة جنضنا واتقصو صارت فقال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وهيل وضيء وقرالي وعبا هذا الكاسو كل ويري نبي الله آدم وقولان هيا با ترتيب قرم هيا
آير بقرمها ورمانات طائلة يدر بحيس كما سوقيني. فقال يا آدم يا فقال وحولي آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته أضو وحات هاي أحد كله دورتي إنه حلكي رسالة قاده وكلمك تكليما هذلت بن إلهي كره الله يتوسع محل شاهد وكلمك تكليما وي. تلومني وحد يقول عنانا أن أعمل عملا إن أنا هول سمي أما يقعد عظيم قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض ورب قري انتو سن أبورين سماوات كيو دولك عركب أوسن أبورين مرك توام حي وكتابة هوري كتابة هوري 50,000 سنة هيد بكجروي تضمنا وكتابة الثانية سيدو إمام كوكاه الله أبو عبد الله شمس الدين الجوزي في كتاب الشفاء العلي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى واسكو دمات آدم باقر هلي وحمرك قر هلي إذن لبا دوديسة دودي الأحمر إيسا آدم وموسى حكم كنوائيو هاد أدونك إذن نو أنت نجون حكم كنو حكمي نبي محمد وي هاد لو آخرنا الله سبحانه وتعالى هاد يقولون كوية هاي سماوات كسيدي علوم بدنا أي مرينا وهذا كركا يكد عضينا الله كلا حكومه هاتي. حدثنا الأصبغ ابن الفرج المصري قال أخبرني ابن وهب عبد الله عن هشام بن سعد صدوق حسن الحديث يتيم زيد بالليل هذا أقول وأصور على ما هين أقول لازم شيخاس يؤاد اللازم زيد من أسلمه إلى الله قاتب أقول أصور سكر إنه وأن صدوق حسن الحديث هشام بن سعد لكن حديثه عن زيد بن أسلم ومن أقوى الأحاديث للزومه ومصاحبته الطويل المديد عن زيد بن أسلم عن أبيه أبي أسلم العدوي عن عمر بن الخطاب مولاه عمر بن حرية هذا أسلم قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى نبي الله موسى قال حوري يا رب ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة نبي الله موسى وحراتنا يا أبيهم بول إله أتصبر ورت آدم كي نفتي سي أسوق بجنة نقصه صار أرنا الله نتوس آدم الذي أخرجنا آدم كي نقصه صار ونفسه يقول لي سبب من الجنة أصغي أنه من قلافتي فأراه الله آدم إله آدم تصي موسى فقال وحور أنت أبونا آدم أبهن آدم سمته ورطة أنه بصد إني كان لدو ذهي أبهن آدم بطاي فقال نعم هابولي نبي الله آدم حلو آدم قال الذي نفخ الله فيك من روحه آدم كي إلهي روح لسوكو أفوف وعلمك الأسماء كلها مقعودنا ربي براي وأمر الملائكة أن يكون سجدا وأمره فسجدوا لك أن يكون سجودا قال نعم أنت صدق واجرته قال وحولها الضبورك وعد هذا فما حملك محاك وحنبارك أن أخرجتنا من الجنة ونفسه محاك وحنبارك وكلفي نفط هذه النقوب إن النقلافطي نقصرت الجنة وتضع لسوي فقال له آدم وحول ومن أنت وهذا الكروشة هاي أدوك يا طيب الورت أنت أنا وضع الدودين أدوك ما طيب أمي لا آدم دم قرن هاي وعورتي زي اللي بعطيك قرن طيب كمان كمان صنو فقال وحول أنا موسى أنا موسى أنا ابن عمران نبي بني إسرائيل ويهدي قال وحول أنت النبي بني إسرائيل حكتي سكلا والله هي مقالك مقام يحكتي سه فيلك سوى الله لكن مقالك طيب نبي قريب بني إسرائيل صومها قال نعم قال وأنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب أظن سمتي النبي موسى إلهي والله هذا من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه حجاب هايدين دحية أحد لغوص ودرين مجرين إلهي باتوسك والله الله حجاب بايدين دحية لم يجعل موسى يلم بينك أنت الله كده حيسي وبينك أنت حق هذه وبين الله رسولا من خلقه وملائك لغوص ودرين أصدق تصر بكولها الله وفضل الإراد إيه من قبو قال نعم بولي انت صدا واجر تأبو قال وحوري فهل وجدت في كتاب الله كتابك إلهي مكه الشيء تورد ويهد أن ذلك كان في كتاب قبل أن أخلق عملك أن كل عي يهوشا يموسيبة دعضي إيه جنة إسكسارد هولها صدن إسكو قوفلا إستبجوه كتابك إلهي وإناء اللوح محفوظ كان إناء كو قران تيسو تورد كمهيسين قال نعم واه يا ابو عفوا قال بلى ها الله مغاني وان هيا هوشه وغه قال واي هي فبما تلومني على شيء سبق من الله القضاء فيه قبله
الله لا قرمي حاله المحاد يقعنا على شيء أي على فعل شيء سبق من الله إلى وكهر مري القضاء وحكمت فيه قديس الحكم قبله أنت لا يبرون كهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك هوش أكتي هذا مركي هوش دعى نبي وحولي فحج آدم وموسى صلوات الله عليهما آدم أياك قره لي نبي الله موسى حديث كان مركا وطريق بعد من مزوان رمين حديث كان حديث وحويان أهل السنة أكتوذ حديث سغن وكتب الصحاح والمسانيد ميلو بدحيا اللوي معانيه السنة وإسكم من رافين معانيه سوء إسكعد يهدى يوحى لسكم من رافي وحوي قاب كيبو أبونا آدم أوغر هلي نبي الله موسى قرت يحجدو دان كي كجرتا آدم يا موسى الضوذي وان لسو قرابي هدي لسو قرابينا قرت وحا هلي بوصو بنوه يلي نبي الله آدم قاب كيبو أوغر هلي قاب كيبو أوغر هلي مركز لغو وريري أي قوليه معتزلة قيبة كمدة حديث كي إنكرام أبو علي الجبائي بقى لقصه قوري إنه حديث جرابة معه لأنه حكينا يابر الاحتجاج بالقدر في المعاصي ورزنا إسكدة إلهي بقدري ورسلان كهاللين إلهي بقدري حلو حلو ودع إلهي بقدري ورها حدي إلهي بقدري ماذا حفج إلهي بقدري حول حديث كان هدير لأقبله وسناده هي شرعوا رم بدهم يسبوه فالحديث باطل موضوع ويركز حزن البزر وموضوع ذوي وموضوع ذوي فن يدفنوا يقانوا ما جاب ويدين هي طيب جباء يقدر شيطان كوركيس مسلمين تكاله ويسكون ما نعرفين تقال خلص باكيا له فهمت حديثك أقواش الله قال شيء وحيرون أنك هذا سجوري سان وقت يقدر مانن وإذا دوحي له هذه آدم حقوق قرقرها لي وشتكو يشي ووالد يويل والد يويل هذا يقرمان هذا يقرر حاقر له والد كقر له فحج آدم موسى واسدا صيده حالة ورصاص ما إيه والد يويل كهذا يقرمان كتاب قالوا كلا بيحي والناس قالوا كلا بيحي وحق ننكو يقرعو الراعي باشو والد يويل ملها وحاد عضيسان وحو آدم كأجر هاي موسى نبي قلنا مدهن وحو كجر هاي إنه والدي هاي آدم هو جرمه وحو جهوشة هو القدران بيا هاي إن أنا هو هوشة كرعه أي كرد لا تأثار يوم مصيبة إن جنال إسك ساره نبي قل علاه ذلور تيسن مشيجين حقنا ممكن لجرمه هاي كتاب قالوا كلا بحند التنازع والد باتي أص يقول باتي شوق هدهن ما هوش مطاله أي واحد كلا شيء إنه وحيد هذا النقا إذن نقانا وحقوق رأي آدم وحاوي ضده وحيكرد عضي هو هاي عفوا دنبق وحقوق رأي مخالفته في شريعة موصنة في شريعة أخرى لا بقى شريعة للجوغان آدم شريعك ما حبنان بولها هوش يساء موصنة وحقوقها شريعة ما حبنان مركة محاكمة من شريعة إلى شريعة لما أقوله لا بقى الباب بأنه يقصوا خلطة موي أو حسابها هذه التوراة هذه هولها ذوذو أنا هنا صحف طيدي وحي يقول إذاها دميره النسول إن عموا ففاينا كارنقات شويده مصيبته هي مخالفته إذن وقع في زمن وفي شريعة قائمة ضوضة هي أصوش كإندلاق نبي الله موسى ومن شريعة أخرى بعده حال أرواد قائد سيده شيء هذا دنبي هاي أما أولي هاي في شريعه من خالف ذلك كدن بي وي دعوين كرا وي ايدين كرا وي لا غرمي كرا انغو با وحان ايديننا امده انغه هريي او انبياده خلافاي اي كو حد غدبي اخرنا وان كو مخراتي كيدونا شهادان نهي انغو نبي غانو مخراتي كيدونا ور حسابتو سدا ما هي جريمه وا جريمه في اي شريعه وحان كو لا حسابتمينا مخالفه هذه اد غشاي أم حاول قشة أنا جانا جلافت حتى وعوي آدم وهذي يقول كون نقول له هيد ما أنا كقبسنيم أنا جب إن سلفة طيبة وإن جلافت مرجع معنا وما هي آدم في شريعة مصنف في شريعة مو هذي كران أو شام إيش ما طال آدم ما ديهن سكوباب مني هنا معي أبو أنكرني قالك بلاده
إذن توريد بي أوغو قرهيد هوشو وكوغا حكتا كوهيا موسى إذن لابد النبي أي قرامي بهوشا مش شيئيني إذن كو حاجة هنو شيئيني كجواب مش في حاجة آدم موسى ميل سارة نمو حيود دهين أنا غا إذن شيئيني صدحات هي لابد الدارود ما أسكو بابا هين دن بيقو مصيبتو في دار الجنة يكد عين ضوض يهود هاش سعوتية إذا إنتنا وحكا سعوتة دار الدنيا ولي قيام لما قاعد جنة كريم والله بكره باب الدين دار التكليف أيو هران أي كد عضي إيه ضوض روحي سعوتة وادان بهن آخر اللي جوجا هذا سعوتة دار محوها في غير دار التكليف وآخر التكليف لما جرو اللي اسمه امتحانه امتحان كان يمر كقط قط كان بوا إلا ديدان يهم مستوى لا يقر له حساب تورا دعضينا دار التكليف بقى هيد مش هدود ضوء كده عايزنا وما من تكليف إيدين بلا بقى قليل حالي آخر التكليف باجرتو إيدين باجرتو ولا يزدبق له سؤالات جرة تكليف كأن جرين الذي دينها وحوي كلي إن لقوم مشقي عمل لي ماشي سأد جنكو قلي كتجي سنة أناركم بغنيس أما السؤال هي امتحان كي حسابات كي وبس عظام آدم ناويل كي سوون الله حساب تمي وهوش محيكون عضي آبا ومحيكون نقطين بويري قولي وحيد إن أص أفراد هوش وحوي نبي الله آدم قدر كمحو جيسنا على المعصية نبي الله موسى وكعلم بدنيها وأنا كعقل بدنيها إن أو إذايو أبينا أو كؤذايو دنب وكطبت كان إيه وحكاها الله هيا وحي كرده شيء معصية دي وآه شنا إلاسك سوصارو ربكي الرفات كي يمع ترك دي آبو ربكان أدان نولا هاوي إيه كوما لخين مركا آثارتي يا مصائبتي كدلاتي أيو آدم موسى كه الله آدم نسك الدفاع هيا وحولي أي إن أدجنا ذا كب حذار أن أن كبحه مصيبنا أي دعوه وهو يرتلاي كد دعوه ويبقدر ريد هاوش لقى نقاص هيا نماها نقاش هيا نماها دم بيج محلوقش إن دم بيج كل عق كدي منا يكره مصائب تاسي ويقدر ريد وي آدم يا موسى حكى نقاش هيا مصيبة له يوحون بدأ جاري رأيك ابن تيمية مراسو ابن القيم ابن كثير في البداية والنهاية رأيك حيدي أنا لما في عنو ما كي الشيخان وحيدي وحانا قرع صن رأيك علي وانا كأوانا أكسنب الاحتجاج بالقدر قدر كإلهي واد حجيسن كرتها مرنم حجيسن كرتي دم بيات كالطوبات كانتي وذ إلهي أغن نقطي ولقاع فيي أضو صوبنا وناكسون صفك ورجل هذه الأوريا شلون موريان بدها نجرت هذا ضاني يخو شو عيسى وردهوش أوح قدرن بيه لقنا سوتري هذا المصلي بعناي فرعي قد بان ليه دم باللقط طوبت كاني هذه اللوجو إذا يهرب اللوجو هذه هو يقدر ريت وحق الرابو أها هنا عم كرعه ترى ما أها احتجاج بالقدر على باطل يا وام حي شيء أتكتبت كنت أذكرنا قط إله كعف يي يا وحور ربائنا كوجا إذا يمت كارك كأجبه مركم حلي ذا هؤلاء القدران بيأيد الاحتجاج بالقدر محوايا بعد التوبة من الذنب أي حديث كوجري دين كاس ونحجؤية نبي الله هذا ذنب جوا كرعه وأنا كتبت كيني ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى بالجيري دم بنوع عاصة أو نبي الله آدم كتبت كنا وكان نقض القرآن كان لوش يقعد توراتنا وكوها النبي الله موسى يكوئي آبهن آدم مالك ما مركب عسكر مالك حقين هذا هي قدرك قاعد يقول نوام هاي لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعايب وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب مصيبين كوكودعه حنونا ذا دباتوين كا دمشدا جيردا مصائب تقدر كوال حجيستاه لكن عيب يحمان أذوق أذق شيء يدم بقدر كي لو محجشت لبدا قاعدة هورانجرتي الاحتجاج بالقدر على المصائب طيب يا الاحتجاج بالقدر على المعايب لبدا سيكلاهي منا ممنوع منا وحيه الجائز بل من التوحيد مركا أيضا حديد كوحي يقول يا تفصيل روحي عيب كل عي ومعصية كل عي ودم بكل عي دم بإله أغنق وكتبت كيني
كدبنا أحد كلاو عيبه كده لا عيبه هوش وكفي جست معوبنا قد كقدر كأنه قاله حديثك معناها ساكجرة كاسان الصواب وظاهر وكل هاي وحكروا دوام هاي وعلى الآن جرين إلا الصمايو أما علا ذو صوبانه تلمامي الآن لا اعتبارنا وأن لا تعقلنين طيب مركز وكوكا بقيب المقيم رأيي سيحول فالنقطة ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر بو. أن اللوم يعني اللوم المعصية معصية دم بجيدي هي أرد يد مركو كاكر نقطة كتبت كنتو أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر وإذا كان اللوم واقعا هذه ولي دم بجيد كجرته أوض والضبع فالاحتجاج بالقدر باطل صحيح معصية بعد كجرته وروح عن إسكدة وليها كعبس الله قدره أنا أقول أنت ما ضحكوا قاضي أنا كدي الله قدره ما تقول ليس مركو خلط أو شيء هذا مشهد نقول له هيدا توبت كين هيدا يدعي وما ضليه لاي إن قدرك حجيج تعال معايب لا يجوز أما إذا طبت من من العيب كدي من أحد وكوع أنا أنتوك ولا لعيب وحاضر إني هو وشاء إلهي ما قدره وأنا لقسوت وأنا كتبت كين إيش يدعي وأنا صدو يا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام معنوه وإنتاس محل شاهد يا نهضة نقص سيوام حي إن كلام إله الله سوغو طيب نبي الله آدم يمنصنع يسوغو هيا إلهنا ومراتكي هاي جهمينا إديدة حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنبأنا النضر بن شميل أنبأنا أبو نعامة العدوي حدثنا أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والنا العدوي عن حذيفة من اليمان عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما لبدا الصحابي بعدي في حديث الشفاعة حديث الدراء النصوم الروي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون إبراهيم إبراهيم بين خلقه أتجه هيان ما نك هذا إرجد للرادين هيو يشفاع هذا إنه مضى الله كلا حكمه فيقول إبراهيم حورا عليه الصلاة والسلام ليس ذلكم متكناء وشفاعة إرجد عندي أكتر ذم يال أنا مرجين كره إله واقع عبسن هياي عدك للراد سدا فانطلقوا إلى موسى نبي الله موسى آذين ذاتكم فإن الله كلمه تكليما محايا إلى إلهي باسيطوس أولها الله موسى فيقول موسى ليس ذلكم عندي إرقادة أرغمان تمها يمنى قادي كره بل عيسى آذى طاسا يقصعون اسم حلو شايدكم فإن الله كلمه تكليما كاسو الشيخ مركب الجيدة حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني أبو سالح عفوا حدثنا لهيعات حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن رجل سمع عبادة بن صامت الأنصار يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج نبي محمد باب حمال مال ما كامل فقال وحي صبره صعود حق صحابة السؤال إن جبريل أتاني جبريل بامر رويت إيمين حديث قصة دير بوليها يوسكا مال مال ما كامل صحابة وفردي أبو بكر إلا فربضان يعني يا منافق عبد الله بن أبي بن رسول الله وحجري نبنكين المسلمين تام الصحابي نبي الله محمد وقوة ريبور ومرافقة موقته إذن حج عادي قرعد وأن من نبي ديس عضين يسمها ومرافقة إسلام بو أسكدق ذات كربين واسو أسكي نبي موسى التوراد الواح بالسي عيسى إنجيل بالسي داود زبور بالسي نبي الله صالح حلبة حكت قرآن كهيا هولي هوردون معجزات كان بيدو سيد داي حوري نبي الله محمد وركي سلاك إيمان عبد أبو بكر يصحابة عن أقع عن قاضان هو شوي صلاتي إسلام ركيبة جبريل يمد نبي قوش شوي لا ضد بحلقة كسعوتي قطب وبل ما كان حكته ذا دون استقصاص والنبي قصوا بحي وأولها الله عيدا كي منافقين تي مخلصين تي دو داي إن جبريل أتاني جبريل بائي مد فقال بحر أخرج بحو بل ما كان قاعد فحدث مركا كشاكي بنعمة الله التي أنعم بها عليك نعموين كي يقلدوا ربك وقل أي المنافق وكين الله بها عبد الله أشيك أمدا فبشرني جبريل حيقول بشاري بعشر طبن فضل يقلدوا ينعم لم يؤتها النبي قبل أون لسين النبي يهري بعثني إلى الناس جميعا إله أمدا ورنبو إدري نبي هورتي تذكر الله درين مجرين طيب تزوى معي ووجوبك التكليفي نبي والبقوم كيسا وجوب خاصة كسارة لكن انتو قاري كرودان حق انو قارسيه حق بوليه النبي مثل التوحيدنا شغل بكمالا ايضو تخصيص البعثة شغل كمالا اوكتين مرهده هوش الشرك يكفر يتوحيد كاردو
وحاوي النبي والبمسول كاه اعبد الله ما لكم من الله غير وامحي وعقيدة عامة يأصل مشترك كالحية أول النبي وآخر النبي كالحية صادرت النبي الله سليمان أسوغو جوغ الشام وتركي الله صوت دري حقيب التوحيد كي سوغ عرسي يمن بويمد كونفورت عرب بويمد بلقيسي وطلق يدي ريما عريب حكود عوى أبتي محاقا زي وكان النبي يعث إلى قومي ما شرك فاميش جيمد حلك حلو مطورن ودحية قريش يا عربتي الجاهلية بين عيسى ومحمد جيريودي مشركون النار بكو وراي محايا لأنهم خالفوا دعوة الرسل جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من الله غيره اعبدوا الله ما لكم من الله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أصل كأصل قدوي وحل تخصيص يوا معي وتكاليفتي واجبات شرائع ذكالوي طاهم بيون ربك الرحية بعثنا إلى الناس جميعاً بالرب يدرى وأمرنا وحوء فري أن أنذر عفواً أن أنذر الجن حتى إن سكت الجن كان أنذره ولقاني وحوء ولا كل مؤسية كلامه وقرآن كف يلوج ذهاد إلهي قرآن وإسيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وأنا أمي أنا أن وحباء أخر يحبان عن قرآن يا قرآن كالليين ميري كد من وان كسي داي معجزة كوين معيت وكنت تدلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون نبغى اسون وحب لو قرحان لو شين كسي داي قرانك ارت شيغا ما جيران طيب واج معجزه ضد عبناوي قد اوتي داوود الزبور وموسى اللواحة وعيسى الانجيل محل شاهد كوا محي وشو قربه ولقاني كلامه هلكاسو قرب حديث ضعف يربا كجيره طيب مركا ضعف وحون كغا ايمانيا الرجل بس ابهام كاس ابهام كاس أما أزو ضعفه كشيء من اللهيعة من لعب ضعفه يسمعنا مساء أملها وأسوي حلو في سند عبد الله من اللهيعة الحضرمي وهو سيء الحفظ ساسوليه سبحان الله صدح بقول يسديد بكلا لكن حديث ك الإمام عبد الله بن وهب أيا ورني في جامعه عبد الله بن وهب عن اللهيعة نوى من أصح الأحاديث كدر ولاد كانوا يكون متابعيه وعبد الغفار بن داود الحراني أبو صالح إلا ذو ما أمرك إملي حديثك عن عبد الله عند النقاد وصحيح أحمد المديني أبو زكريا كل وحوجيان عبد الله أذ لوحوجي كجرا ولما خاصة إنك أقول في عنوي رواية من وهب عن إملي من أقوى رواية العباد لوي طيب معايا لصو كقرطي أنت لو عيار أحاديث رجع ولي أنسى كعيار بكقرطي مرك كتاب ولها واعتماد كنا دول آخرين إملي عقد دول آخرين علاه مرك كلية وإبهام ككجرا في الراوي عن الصحابي عبادة كأموي حدثنا عبد الله بن صالح المصري أن معاوية بن صالح المصري حدثه عن أبي بكر بن عبد الله بن مريم الغساني وأن الشامي وصدوق في نفسه لكن ضعف بكجر حق حفظ قيس ضعف قيس هو نوام حي كان يجمع الشيوخ وحلو يجري حدثنا فلان وفلان وفلان شن أم أفر أم صدح أم الله بأسكو قبن كد من هلمة نبودي بهايا هاوش وهاوش واقد ذي وابن إسحاق ركب ضم بقى ذي إن شيوخ الله جمعيو حفاد ووين بلغيلا بخاري ترمذي رجع العروس أحمد يلغيلا إيه هل هذا دونا نقص ريف كرا نبى وحوا ذا إنه هل مرس قبته حسن يا عبد الله يجد بأي مدو ساس إيد هذه هل مر بكوري حسن بكوري سايزا جدنا سايزا عبد الله هنا سايزا عمرنا سايزا نينك سيدا أود بحال علوس يكون ركبنا يا لقد جيستا جمع الشيوخ أفضل مرك هذا إنه بمر جب تاسع كم ذا مضع في ما حفظ بناي محمد السمين جري الجمع واتو وهذا ضع مرك ضع في جوز ما ضع ديانة دي سيع هذا خصية وحق حفظ جيسا عن عطية وهو ابن قيس تابعي ثقة إمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من كلام من هذا المجر أعظم عند الله إلهي أكتيس كوين وكخير بلان وكفض بلان من كلام هذا الك إلهي سبحانه وتعالى ما رد العباد إلى الله الضومض حق على الأمع عليان وقمر الدوادان كلاما هذا الأحب إليه من كلامه هذا الكون أكسن وإلهي كتش عليه هذا الكيس مجروي قرآن كاس آخر كدو عيسو وإلهي كبر وبرء وخلقان كاسا مركك وأنفعها يو طيب حديثكم مركة وعوري شيخ مرسل وإسناده ضعيف طيب
مرسل وايا لكن سنة كيسو ضعف في غاسه سيوان كومجر مراسيشا ايو اثارتا ايو قال اسكب تساهل عند الحفاظ. طيب بركة امامكم روحكم كان باب الاستشهاد وكم موسى كيرين باب الاحتجاج وضع ركتان بيلته. حدنا سلام بن سليمان المدائني قال حدنا المسعودي عبد الرحمن عبد الله المسعودي عن ابي عمر عمرو نوال يدا الشامي وانا ضعيفه عن عبيد ابن الحسحاس خشخاش نوال اخر يا شين لقد ماشى هذا يسينك اذن كقر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي نبي قال نومي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد اسوق مسايدك كجيره فجلست الى النبي والله فريس حديث يروي ولا بق قاضني امام ولا بمركم مره يا مركا انت كخصيص كصوب وسطى حديث مركي اللي سيدا يلا بب إنه بحي على غيابه وي هذا دير وأحكام طهارة كجرتو صلاة كجرتو وحول بكجر وحون صحابه ورين كر نبي هو الدين كر مالك أيضا. فقلت وحنكون نبي الله قيبت أنبياء خصيصة وقيبت أضم بس حديثك أي الأنبياء كان أولا أنبياء نبي الله كيف أهري أحد كأهري إله النبي وكذا كبو كموها قال النبي حري آدم عليه الصلاة والسلام آدم بأهري صدنا أبو البشر أهدي قلت حاري والنبي كان آدم من نبي بوها قال نعم نبيا مكلما نبي لله الله وحي يضوها. طيب هذا حديث ضعيف جدا بوذات كليه إن لتحسينيه كفو ناكسن إن لي هذا حديث هو حسن وإسناده ضعيف باكف الليل انت هسا كف الليل وحي انت أنك أهين مرسو عن كرتبا مطنق حديثك عن أبي ذر وحديث سوغان سيدة راجحة حديث كان سند كيسة وعلى شرط النسائي على شرط النسائي نسائي حديث كووريا عن المسعودي عن أبي عمر عن عبيد من الحسحاس عن أبي ذر ووريا في كتاب الاستعاذة شنكن شنبق الكنتن يكو من السنن المجتبى بكووريا. طيب وحاق حجي ابن كثير في التفسير بطرقه وشواهده وانا صحيح بولي كذلك ابن حبان حاكم ذهبي انطوى صحيح يا إلهي وكذلك الباني لبكن لحبق اللحدن يا سيدي السلسلة لبكن لحبق اللحدن ويحوج وصحيح يا إلهي انت مركا او شميش كجرت وذلك عبيد من الحسحاس يا وذلك ابو عمر ابو عمرو الليداد يا ادلو يا دينية مركا ينفير انه نكل ابو عمر الدمشق الشامي اسو لبس اوصي بذنب إيه كما سيجروا حديث كرق بضم بعبيد كورية رق بضم بعبيد من الحسحاس كورية وعرى كواء دروق بضم وحكالي هاي عن أبي ذر عن أبي ذر بطرق بضم دروق بضم وحكشت المانو طريق كوباد وعبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر عند الحاكم بسند فيه ضعف عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر عند الحاكم بسند فيه ضعف طريق اللباد وعوف بن مالك عن أبي ذر بسند فيه راو مبهم وحصوص سارة إسحاق بن راهوية في مسنده طريق صدحات وعبد الرحمن ابن عائذ عن أبي ذر عند ابن عساكر في تاريخه بسند لا بأس به طريق أفراد وطريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عند الطبري في تفسيره أصغنا وطريق عن لبدا كسيجرين وذاتك أنيس الصارق إسكاله حديثك هو ضعيف فيه لكن حكونا من وذاتك كو يطبان طريق بكور يكتخرجي كو يطبان طريق عن أبي ذر كو 11 طريقا هلا فيري ضروب ذا أول شيء إن بضنا كمذا وحسنة بركة ضعفي وضعف منجبرة ضعفي شديد كجرة وإسكيري هاي كم راجعية رقم ك صدح بقول كونتون يلح هلا كم راجعي صدح بقول كونتون يلح دروق يسابنا حديث كما كان لأيه وحاوي وإسكرون يه وإسكرون يه وحايسو هاري عبيد من الحسحاس ضعف يسو مسيح بطنه محايا هلي أصوه وسطو حكولي هاي ابن حبان با ثقات كسكوش هاي وحا قدرته واحتج به النسائي واحتج به النسائي بخاري ابن أبي حاتمنا وحكوش هاي تاريخ ذا يا جرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا مع علو الطبقة وتوثيق ابن حبان واحتجاج النسائي وحلو مركب ماشى تالو قمان ما يجرت وحان كو سهري الا يدا هذو محا سهري
شيخ المصنف واد قد حكى شيخ هيا شيخ المصنف الى طبعا وذات با متابع عين مسعود شيخ المصنف كم راجع مشان كو شيخ طبعا وذات كبدن با كم متابع عين مسعودي طيب عبيد من الحساس نوى نيغ سو مري الى شن طريق بين سو شيخنا عن ابي ذر مركا حديثكم مركا سو قادو حكم وذاتها كلا اي غارين با الى صحن ابن كثير الباني ذهبي حاكم ابن حبان رأي قضاء إلو حيوك بدن إنو يأي حديث حسن أساق الطرق إيسا أساق الطرق إيسا ما كلا فيري أما السنة كان تضعون تضعيف قده أو حتى رضو حكو جرة أبو عمر طيب أما حتى تضعون تكو إيديه مسعودي اختلاط كيسو كو إيديه سنة كو ضعيف ده أما مطنه وثابت عن أبي ذر بلا شك وحدث محل شاهد كروان محل نبي الله آدم إنه النبي للاحظ الله إلهنا أوحي يوذو إلهنا صفة الكلام والتكلم أوليه وحدثنا الربيع النافع أبو طوبة لو يقانا حدثنا معاوية يعي مسلم أفدي سوادات كإيشي محوها وحولي قلت ويحد طرق أخرى لا يرتقي بها وكلها ضعيف يعني وحلياب لوي طيب مركا رجع حتى كرة عي سلام من سليمان المدائن عيل المسعود وحكورنها يا وحكم ذا عيل المسعود وحكورنها يا أبو داود طيالس حدثنا المسعودي بوليه في مسنده أفر بقول سديتا أفر بقول سديتا مركا طرق داسي هذي حديك وحتري ويدو طرق لا وحتري مش هلا آخر يعني تصاري هلا فيري طيب سوى مالها قال حتى هذا جسوسا ضعف كجر قصور عدنا وأذوقاني السين حديث كسوغانية وحيد وذاتك حدنا معاوية يعني سلام عن زيد وهو ابن سلام وولالكي معاوية زيد معاوية ابن سلام يروي عن أخيه زيد ابن سلام ولالكي هو أنه سمع وحوم مقلي أبا سلام بوم مقلي ممطور الحبش الأسود وذا دا قابك الأوقات تحديد كتابك التحقيق معناه خلطان بيك أبو سلام كاس عوقاتين عوف مالي قولي وحيد ما هو وذاتك لونجري أسلم أبو سلام الحنفي ماها وذلك ممطور الحبشي لورنجري وي أبو سلام كان حدثنا أبو أمامة أن رجلا أتى النبي نبى النبي قويم فقال يا نبي الله نبي إلهي نين كان نبي قويم ذاكم هذا نين كان نبي قويم ذاكم هذا أبو ذر كتومر تنوي أبو ذر كذا تومر تنوي نين كسؤال النبي قويم دي اللي قوي قانوا أبو ذر أبو أمامة أنت أمبو إنه قبت شو قال لقيا با أما أصحاب وشيء أن رجل أتى النبي فقال يا نبي الله النبي كان آدم آدم من نبي بوأها قال نعم مكلمه ولبا نبي بوأها الله عبد الله وحيه قال كم بينه وبين نوح نبي الله نوح آدم إم السنة ودحيس قال 10 قرون طبعا قرنبا ودحيس كن سنة وكن سنة طيب أي ودحيس حدثنا علي بن عبد الله المديني أنبأنا سفيان بن عيينة حدثنا محمد عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن كريم بن عباس عن عباس عن جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار أن صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من عندها قبل جويرية أم المؤمنين أيام مال معلمها كم من النبي وأكتئذ كصوب بحي فخرج مركز دورك بحي أما حق الصحابة طيب أيو آذي وهي أيضنا في المسجد مسجد كي جوكتي ومركا كوردينيس ثم رجع مشو آدم نوع كسو اللابطي بعدما تعالى النهار ما لنك انتو دير هذا كدي برقا كولب وصوبون 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 فقال نبو حرم ما زلت ماذا انكاك علمية في مجلسك هذا منذ خرجت انتا بحي بعد ولي مشي آد فردي دي انكا يغتا ولي كماذا انك علمية قلت نعم باني بيت لأن نبو ولي كماك علم فقال وحوري لقد قلت بعدك قد شاوحان إلي أن كور دي 4 كلمات أفر ويرود لو وزن هذه لو ميزام ولا قرب لغو بكلماتك ويرها هذه وزنتهن ويكا حق بنان لايد أم ويكا عسلان لايد أم ويؤدق ملاهيد هنا نوام حي وزنتهن إلى رجحت عليهن وي كفد يميزان كي كردن لايد ويرها أفر توامح سبحان الله وبحمده وكلمة عند الرسول عيد المالك نوام حي وكلام سبحان الله يوام عند الرسول سبحان الله وبحمده إلا 4 كلمات من 4 كلام اللي قمرني ما اللي كلمات سبحان الله وبحمده الله عيب كهوفا مهضم إسكاله عدد خلقه أنكيس ترضوضة
ورضا نفسي نفتيش انت كو قنعو الهي ما هتسن يهي عيبنا كو فن يهي وزنة عرشي عليسكي عرشي سميزانكي سمهد يهفنا لأك بو على ليه ومداد كلماتي ويريه سا انقاس تلغو دقا ان لأك بو ربي ما هتسن يهي عيبنا كو فن يهي مداد كلماتي زنة عرشي اه ورضا نفسه ايوه سبحان الله وبحمده سداس هو طيب هذا دونت انت دنبات ترين الا الجمله لا ترين هي سبحان الله بحمد والعلن هي اي انت دنب عد خلقه رضا نفسه زنة عرشه ومداد كلمات افر تاس مرك كلمه ده. طيب الا سبحان الله وبحمد ومعدود كل ترين هي عدد كي وانت دنب المهم هو محي امام كحره ومداد كلماته محل شاهدك الهي انه هذا اللي هي وكلمات اللي هي أي حديثك كجرة حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي قال حدثنا ابن مارك أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي عن شاب الزهري أخبرني سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حجري يقبض الله الأرض يوم القيامة ما لك قيام إلى أن تلك الضوبة هي قعنتنا كقبنية ويطوي السماء بيمينه قعنت مذبون عرفة كالضوبة هي ثم يقول إلهي وحورني أنا الملك أنا بقر بقر كلام جرو أين الملوك الأرض بقر الدنيا وحشين جرى أول روك كنت أجيب بوال دبي ما قبل قلت لي روك أنا قعم بوال وقاب طيبة مركب ماشي اللي استاجى هذا الربا طيب نبي الله عائشة ترى مركب سيد الله يروح حقيقة كجوجا نبي حول على الجسر بوند الله زارين يعني طيب مركب الله دوب روك حقيقة بن آدم من مخلوقات استاجى على الجسر بوندو يلا ساري تشير تمك الله ساري يلا دوبا يغوش القاضي روغا ودوبيا روغ سكرالا مدكو دوبتان موكتا اين ملوك الارض محل شاهد كوا محي ثم يقول الهي وحو اوران الهي ما هضلي وي انا الملك مخلوق لي كرا انا الملك واي هذاك الله اسكلوي القائل هو الله سبحانه وتعالى شياطين تنوي ديزن هذا كيسي معقول ولادك حديثك هو صحيح اسناده هو ضعيف ساسا لا قرب مر بدن باسدا ساسا لا قرب ولادك انه حديثك هو صحيح سند كنا مر بدن با لا سوغاي لكن مركو نعيم اركو ان خو سدا او يراها مركو نعيم اركو توستا و خو حديثك هو صحيح سند كنا ضعيف طيب حدثنا ابو عمر الحوضي حدثنا شعب عن علي بن مدرك عن ابي زرعه بن عامر بن جرير عن خرشه بن الحر انه صحابي هيبا لو بدن ولادك خرشه بن الحر نمنا واتابع بيدان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحولي ثلاثه صدح لا يكلمهم الله يوم القيامه صدح روح الهي اخر الله ما هضله ولا يزكيهم من طهر الذنب وما ضافه ولا ينظر اليهم الا نحرسنكم فيريو ولهم وحيلين عذاب اليم عذاب كلل او لحبينا ويلي قال قلت حال من هم نبي الله كواس واكما صدح ذا خابوا وهوغين وخسروا وانا خساريني قال النبي وحوري قال الصحابة فأعادها ثلاثا صدح قول النبي وكعلي وحوري ثلاثة النبي وكعشا وكعشا سلو فهم إري فقلت منهم صحابة النبي الله ويهي خابوا وخسروا وهو بينا وخسارين قال المصبل نينك مرة ذلك كتشيدة مصبل نينك مرة ذلك كتشيدة سروالك عربة أنقوية ضافية أنقوية نينك سروالك ضافية ومعوستة ضافية واتقانها أن يرد أنه وحيكو أفجنت قول يا مساعدك الصفقة لو كنت محارك إذا سألوك كلوك كو كنت تاجم بأركبة عربت كو بتاجم أنقو إسكت داي عربت أبو كلام ما يزر ولك أنت أبو كلام ما مش عام مر قصار كأيو كحرم هيا مر كاسو سر ولك جنر لوك تجيد هيا أفضل سكت تاجم دم بيا وين وين حتقول بكاس آخرات لك الميس هذا أنا كتبت كي المصدر ميت كم مرة لوك تجيد دافية حد كشرع أبو طلق علي والمنار ميت كجلب دبرن waxaan ku siiyay waxaan ku bixiyay waxaan kanaan yeelay mana sheegad ka badan wax aafaysan way Soomaalidu waxay dhahadaan waxa bixisay lama sheego wixii lagu siiyayna waa la shak sheega gobnadu sidaas way waxa adigu aad bixisay waa la qariya looma buxo asaga is sheegi doon haddii adigu nin goob tahay oo deeqsi ah oo ragnaba ku dhilaatay aad tahay banaanka ayaad u soo bixi doonta wixii adigu aad bixisay deeqi wanaaga waa la astura waa la qariya laakiin wixii lagu siiyo ee adiga lagu taro waa lagu adimaa waa lagu aqima waa la wada hebel baasida iyo khayr allah si maana weyd buu meel fiican iga soo bax nin rob daba way ahl way waa la sheega asagana uu darari doona ninka asaga aha aduguna abaalka lagu galay maadan qarin laakiin waxa adigu aad bixiso lama sheego manna marka
يوال منافق كسعودية سلعة وبدعاديسي كبارتي بالحلف الكاذب دار بينا والله بقول كم بدي أقفليها كنتم كقادو كلها ورواسي ذي دارتا والله درن با روح دارتا ضوب بدي درن با كأقلو أو الفاجر بالحلف الكاذب أو بالحلف الفاجري دار حد جذب أه يعني الدنيا يرتي حو من تنتهز أما معوز تيرتا أيها وحكلاق بانتاي مجع إلهي عظم ربك وكعياره طيب حدثنا محبوب ابن موسى الأنطاكي أنبان أبو إسحاق الفزاري وحاول من الغرائب وذلك أبو عاصم أنا ماشي وكبر رضا وحول أبو إسحاق وحوي عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي خطأ خطأ بيقول إنك أبو حسن تنتهى وقرمي طب هذا ما ودعك أبو إسحاق السبيعي سبحان الله وذلك كان أبو إسحاق رواية كلام عبد يسي وإبراهيم محمد أبو إسحاق الفزاري طيب وذلك الرشان إمام أهل الشام وذلك كاسوي نقرأ سوق ما بحبه إسكت تبين من هو كبر ران مليني أنبار أبو إسحاق الفزاري عن أبي حماد وهو المفضل ابن صدقة ضعف باكجرة مفضل ابن صدقة أبو حماد يعني الحنفية قال أبو إسحاق وحوجي أبو إسحاق الفزاري وحوله وكان أبو حماد وحوها من أوثق أهل زمانه توثيق مهم جدا أرض شيخ سوى استقى يقان وإذا ده جرحية بدن كود نكنا أقول حق بدن عن ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد عقيل قال سمعت جابن عبد الله الأنصاري يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء يوم كلهم يوم أحد نبي محمد بقى كنت كذا الشهداء دي أحد كل ماضي كل ضمان دي يوم أحد مالك أحد سقاش يدور كبا فرجعت وأن صلى ابن جابر وأنا مثقل أنا والله قتشيدة هي عقتشيدة هي عرس جريد عصليد يعليس كأبيه ويلير نواء هادي قد ترك أبي علي دينا أبيه الدين بان بيقيت يو عيالا محص عرور يضمر فلما كان عند الليل نبي قول وارك ويلك جابرة إنه بالك جبان ياهي حق أنه عقتشيدة هي فلما كان عند الليل هبينك مرك اللقاري أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بإيسو فرين دري جابرة الله يربولي فقال يا جابرو إن الله قد أحيا أباك وكلمه إلهي أباها وسنه لي ون الله اللي قال قلت وكلمه كلاما وحاني نبيو أباهي محلال توس إلهي الله اللي فقال وكلمه كلاما مصدر حكولي أبو سحق أبو جعفر النحاس الدين اللي قلته وكذا أجمع النحاته ألا مجاز وأنه حقيقة في الكلام النفسي فقال الرب حول له لجاء لأبيك وي تمنى وحشيغ وحقبصو وحونا في كل قد قال أتمنى الله وحان عطسنيا وان رجينيا أن ترد روحي عفوا أن ترد روحي عفوا إن النفط يدع عليسه وانت النفط يقول سعودي صدنا اللي يعلي مدينه وتنشر آت سيدي صدفا في صه خلقي كما كان يعني أعضاء يحمنها يجينا أتيديس إلا هذا وين لامين وين إلا نفط بقى بعضي حمنا قمن تيجوا هنا تعلس وترجعني أدي علس إلى النبي كصوبنا هذه محمدها فوقاتلا في سبيلك جد كان أنقص وضج علمه فأقتل مرة أخرى مر لبعض أن سوشيد ومر صد حد أن سوشيد وأنا يفضل يبرك الله إليه الشهادة أركي مركو عطنها يا إلا نقتيمه إلا يقع عليه إلا ركاديه أيه الرب طيب حديثكم مركب طريق طرق بدن بوليه وذات كوست وكشيء طرق ذا بدن وحام وقطين وأكتيسة أي هذا واحتر طيب سمار أكتر محور حسن بمجموع طرقه طيب هران ماشان كوسو مر حديث كأو كوسو يري حسن لغيري حسن لغيري تنا كفي عن حسن لغيري أنت بدو حال استعمال حديثكم مركب كوسو ناظه بشواهد خارجية لكن مركب أصيغ الطرق دي سخاص كهي أنفعده حكم كارلسية بطرقه بمتابعاته باكف عن مرض الحسن لغيره صحيح لغير آدم قش غالبا وامعي شواهد عن حديث كان أهين بحجن يسوي أما طرق دي عن الراوي الصحابي هذا يسحجزه سيدنا هذا يلي باكف عن اللي يلي سيكس طبعا نقطة حديثك وحديث سوغان دور طريقه هرنا وين صوم الرأي طيب هذا مرة ويد بين الصومرين وذلك مفضل من صدقة النساء مطروق بكيري وحيوان الله يابو حكم ذا وذلك مركو الراوي رب إنه جرحي جرحي أقول لي توكو قابسنا هي من كفارها وذلك كله في طبس وسوق هذا ونكتك هي أفوي وذلك هذا مفضل من صدقة
أبو حاتم الرازي وحوري ليس بقوي يكتب حديثه ومطروق إيو ليس بقوي يكتب حديثه فرق ما أقول لحي أبو زرعة الرازي وحوري ضعيف الحديث مطروق ما قال سنين ذهب وحوري في المغني فيه ضعف طارقدن وحوري ليس بالقوي هذا الكاسة أبدا نسائي وزوح كجرة متعاندين تلا سعاد معتد الماء نسائي ومتعاند رجال الشيخين باك بحصل الله مركا مطروق النسائي بس إنه ليس بوده انت ركضتك وحول غريبة نبقى ما لها حديثك حديث سوغم ويضرب لنا وعليه صاحب أريس الساري رقم كونتني صدحات بنا أدو تخريجية وكذلك صاحب نزة الألباب مجلد كأفراد لبكن أفر بقول صدني صدح وأسنك قال الله حديثكم مركا حديث سوغم وي حدثنا عثمان ابن أبي شيبة تحدثنا جريب عبد الحميد عن ليث ابن أبي سليم وننضع في كجره عن سلامة بن كهيل طيب عن أبي الزعراء عبد الله بن هاني بن ليلة ذا أبي الزعراء هو أبتقي أبتقي هو طيب وسلام بن كهيل بأبت الله قال وحوري صحابي تابعي قاس قال عمر وحوري أحاديث آيات القرآن والشيخ قصوا بالله بابك أحاديث بكحجي وادمي هذا محب الله بيا صحابة يحيي لقوري التابعين فقال نبدا سلوب بان يا ايضاه انت لا سي حد لو كوسو ان لا دبا دغه صحابه تاس الدين لا دغتاي حدثني قلبي على الرب مسعونيس يا اني وخي لا تاي دينتا ما اقاني قال عمر وحوري ان الله ان هذا القران كلام الله قران كان وهذا الكي الهي فلا اعرفنكم يا انا اذا اركن او اني هلين اما اذا اوغانين ما عطفتموه ادنكم كل حين على اهوائكم وحيدا لا تاي كل حين عطفتموه وتحريف يا تاويل قرآن كذاهر كيس يدليسها كلي حننا هم من جذوبنا هم من جحابنا سدوي هاي أوقات يضاف فاصلا بهذا وكسلن كعب كجرا الشريعة للآجري بقول كنتن يشن أثر كوردير وكف فاصلا ومعنى وجد كعدي هاي بكجرا بقول كنتن يشن رقم كأ من طريق أخرى فلا أعرفنكم يانا إذا أركم بوري ما عطفتموه على أهوائكم أي على أرائكم إذن كولي حين يلي يتحريفك أي عطفك هنا أجيدا ما أكين حريصت يدنقشدها إلا أن يكفر بي إنو بكو قالوا من القرآن كعبد أدون عمد عين سك أولكع وبريرة هل لي حين بوري مرك اللبان نقول إيسان إنا تأويل كلي حسان القرآن كعيارتا إنا تكسب أبينيسان لبان بإسك إلالية مركوا محي ليحنتين ونوع قالم له إلا أن يكفر به عبد عمد عين ساس وجد أثركم مركا وحسن بوليه بطرقه أثرت دو شيغو رنوا محي طريق فيكم مجر طرق دو شيغو رن هذا طريق فيكم مجر ومع ذلك وحوري وفي عين هاي طرق دي سو وفي عن طيب بولي سندك وفي سند الليت نبي سليم صحوه أبو الزعراء أصغب وضعيف بولي أبو الزعراء ضعيف ما سيراجح أبو الزعراء واسمه عبد الله بن هاني الأكبر الإمام العجلي في تاريخ الثقات وحوري ثقة وكذلك الحافظ وحوري في التهذيب هي فتح قباء ثقة وهو خال سلامة بن كهيل وثق بن حبان عجلي أصو حوري من أصحاب عبد الله ثقة عبد الله بن سعود بأذو حقوري أي عمر إيه ابن سعد في الطبقات وحوري وكان ثقة وله أحاديث ولم يتكلم عليه أحد واحد جرحي مجر وذاتك أحد جرحيين لا يوجد أبو الزعراء الإمام البخاري أيا في التاريخ وحو وريي حديث وريي غدير الشفاعة كصابسة مركز الحديث كيسن الفاظ وحا كجر ترواد كل أيسن شيئين لا يتابع على حديثي حديث كان معين كه الله أو كخلافي رواد كلا سقاب عدي أما سيدة كلي ابن سعد في الطبقات وحوري كان ثقة وله أحاديث عجل وحوري من أصحاب عبد الله وهو ثقة حافظكم أنتم سوقوري هذا البخاري يحوري وهو ثقة لأنه حوارك هذا البخاري وخصيه مخالفة خاصة وفاتكو صابسة مركة وذاتكم مركة طلعيفكو الشيخ سلم لها سلم لها ذهبي رحمة الله تعالى عليه توثيق ابن سعد موسى لمنك عجل نمونه ابن حبان بس لحوري مركة وقد وثق وكتب فلان من فلان روى عنه حوري وقد وثق عجل توثيق ابن حباب وكل الشارية نقا ثقوية المهم ليس بسندك وحكوك هنا يا والله أعلم